السلام عليكم، عواشر مباركة وشالوم. شبات قلت لكم اسيدي اش ندير هنا؟ ما ندير والو، جيت هنايا باش نشد فيكم. كما قلت لكم انايا دائما في اخر اسبوع في الويكاند، في اخر اسبوع تنعمل المراجعة، تنعمل ماشي المراجعة ديال التلاوة، لا 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 ديال التليفونات، لا 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 هادشي ديال دو سناب شات وفيسبوك وواتساب واليوتيوب ورامبو. رامبو متنساوش رامبو. قال لي بعض الناس قال لي رامبو ممنوع في فرنسا، ايوا كلشي ممنوع في فرنسا، تم التقاعد مانعينو. ما عليناش، فاش نتكلمو اليوم نشوف ديك اسمها ديك الاذاعه تيقولو لها شاده ولا حاده. كان عندهم داك الدري داك المغربي اسمو نسيت عسميتو، نسيت عسميتو، عادل ميلودي شحال هادي ما شناه. ايوا كان داخل تما تيتكلم هذا، تعطيه الأسئلة وقال لك تيجاوب وهذا وهذا وعلى قصة حياته، ماشي حياته داك ديال السينيغال، لا حياة أخرى، حياة زعما الحياة ديالو اللي كاين واحد اسمه حياته في إفريقيا شي عزي. معليش، قال لهم بلا كلمة اللي قالها مزيانة غادي نترجمها لكم باللغة ديالنا. داخل سوق كرو، قال لها أنا دابا داخل سوق راسي. عنده الحق، بحال دابا انايا داخل سكري، انت اللي بغى يتكلم يتكلم، واللي بغى يسب يسب، واللي بغى يدير شي حاجه يديروها. انت قال لك حقا هذا قال لك عندي العديان. ما عندكش العديان يا اخي، ما عندكش العديان. واش عباد الله من 300,000 حتى المليون هذا انسان عنده العديان الاعداء؟ ما عندكش، لان كما تيقولوا بهذه اللغه هذه يو هاف تو بي كونترفيرشال تو بي نوتيست and there's no such good publicity but good publicity. اي دعايه اللي ماشي مزيانه تكون مزيانه لك. ايوا دابا انت انا ما كاش انا تكون عندي تنا شي مليون ديال الاعداء. ايوا مدين، ايوا قال لهم معنا في اليوتيوب نهار دار هذوك تيتشراو مدين، هذو ديال شنو هي 20 درهم ولا 200 درهم؟ معليش 200 درهم. فكرتيني بواحد الحكم، واحد الحكم قال لك حق انا ضد كاع دوك الحقوقيين ولا الحرام، الحقوقيين والجمعيات وزيد عليهم هذاك زهراش. قال لك لان المملكه المغربيه وقعت على اتفاقيه عالميه هذه هذا. ايوا سي زهراش نتايا دخلنا عليك بجاه الله. هاد القودات هاد الابناء العاهرات اللي غادي يحكموا على غصابة بعامين، واش هادو قودات؟ ما يمكن يمشي للمحكمة الاستئناف، ولكن محكمة الاستئناف اشنا هي الريكومونديشن ديالها؟ لأن دابا نقولو حكم عليهم ب 40 عام الحبس، هذا حكم تعسفي بعد أولا، فهمتي ولا انتقامي، هذا اللي استنفو، إذا استنفو غادي يربحوه، أو من الجوج تال 40، أماكم اللي تنتو ما أخنوش من 6 درهم تال 20 درهم، أو كي درتو لها؟ معليش، هي المقارنة، قال لك حقا حدو لا لا، إوا دابا هذاك القاضي ديال الاستئناف، في الأخ ديالو كان يعمل واحد الريكومنديشن إلى وزير العدل ولا النيابة العامة ولا هذاك سمو هذاك ما عرفتش نقول لهم النبوي ولا الآخر شي حاجة، يكتب لهم يقول لهم هنايا دابا خصكم تشوفوا اش وقع في هذاك الحكم الابتدائي، ماشي الابتدائي الشهاده الابتدائيه اللي خرج من عادل من دولة، هذه المحكمه الابتدائيه تاعي. اما المدارس الابتدائيه في المغرب ما بقاوش نشراهم الخصاص وما في العقار، فهمتي كيفاش قادر ما فهمتيش عاود الكراك. معليش نبقاو في الموضوع ديال اسمو الدرب سميتو عادل ميدولي. عادل ميدولي قالوا لي حقات لي قالت لي هذيك 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 الدريه هذيك، ولا نقول لها دريه مسكينه، ولا نقول لها صبيصه احسن، اشنو علاش؟ نقول لها صبيصه ما حشمات ما راعت، كان بعدا تقدر غير المراه ديال عادل. قالت لي اجهر لك في التعدد، ونوضي تناكي مع راسك، وانت اجهر لك الديه في التعدد، الا جا راجلك ودير لك التعدد، ها؟ وتسقسي هو وما حشمتيش من مرته. قال لي الادب صبيصه خلاتها حنا، ما عليناش،
فهمتي؟ مش من الاسئله هذه، ماشي اسئله صحفيه، هذه اسئله زملاويه. تخسر راجل تقول لي واش هذا عمل التعدد؟ ما شفتيش من مرته ولادو؟ قال لي الادب مالاش. هو نص مره ما قلتش عليها مالاش. فلهذا بحال هذا الصحفي هذا الباسلات تعدد، شنو التعدد؟ خويا سوق كرك فهمتي؟ مالاش سي العسميدو سي العادي اللي قال لك ما تيخدموش في هذيك اسم ديك القناه اللي فيها ذاك اللي مرتو قمشاتو اللي تيغتصب الدريه ديال الطقس هذاك اسمه والله ما عرف الشيخ شي حاجه والشيخ شي حاجه. مالاش هذاك الشيخ ديال دوزيم قال لك عنده شي مشكل مع ولا مع ذاك مول المكانه راشد شاو نعطي الاخر مالاش فهمتي قال عندي شي مهم ما تيخدموش ولا اهي هذاك العدالي. حنا كنا كان واحد الدري الله يرحمه الزاز الله يرحمه كان تيفيق مع الصباح تيقول الله يعين الدين مو شي اللي عنده شي باب الله يسدو عليه ما لقاش خاف رزق الرزق بيد الله على ما قالوا في القران. حتى تسمع الأدلية تسمع ذوك الأحاديث ديال العشية ماشي ولا مطر ولا حتى تريب ولا فهمتي معنياش قال لك لا قال لك ما تيبغيش يخدموا في القناة إيوا عشتي أنا قلت لكم ماشي غير هو يتشكى بزاف في الفنان أو المغنيين هذوك ولاد الحرام ديال الإذاعة ديال هذه دوزام وهذيك الاخرى لا هو قالك الاخرى ما عنده معها مشكل اسمع ديك ديال اذاعه العريش ما عنده مع هذه دوزام هاد دوزيم هاد الحرام هذا علاش نديرو بهم تو يخصب شي بحال هادو ايوا كاع الناس تشكى واش انا ما فنانش انا ماشي ما فنان ما والو وتنشكى على هذاك اسمه هذاك راشيد شو هذوك فين كنتي وفين ولدتي وهذيك الطحبه ديال لا العروسه هذوك البرامج بس اللي خصنا نحيدوهم وزيد عليهم حتى الخياري تا هو جري عليه هو وداك صاحبه اسمه داك صاحبه عبد الخالق شي حاجه عبد الخالق ما بغاش يخسر الهضره اما كان يقول لنا هذاك الخياري حقه كيما قالهاش معنيش ماشي سوقنا فيه لان صاحبه لنا ولاد الدرب ديك هذيك منين جا هادي الميدولة حتى هادي الميدولة عروبي جاي من فوق الشمس شناهو بيضاوي تكون بيضاوي ولا بيطافي باش يسوق وبقى عليهم عاش الملك عاش هذا عاش وديك الساعة اللي غادي عاش قول عاش الويدان ولا غير الطاس الفرقة اللي قدرت تلعب معاها صغرك فهمتي اسي العادي الميدولي الله يرحم باك شنو قال لك حق هاد القنيطرة هاد المدينة عزيزة عليا دارت انت دار القنيطرة دارت لك وانت اش درتي القنيطرة نهار دخلتي القنيطرة الكاك طاحوا مشاو مع الهواة الهواء النقل العمومي ما كاينش الخدمة ما كايناش الهواء مسخ الماء مسخ العيالات دوك ديال الفريز هذوك العيالات تتقلب بهم داك التريبورت تيموتو يوميا ايوا اش من القنيطرة واش من لا هي العادي ما القنيطرة ما القنيطرة فيها شاطي واحد اللي غيديك حتى يجوز حتى على الغرب ويطلع حتى العرباوة من العرباوة دخل الشمال فهمتي اسي العادل الله يرحم باك فهمتي احنا معاك فهمتي تقول لي هذوك رجال الامن الله يعمر هذا ماشي عمر هذا الله يخليها هذا هذوك ربعة هذوك العروبية هذوك الخيرية اللي تكرسوا لك على مرتك وعلى ولدك ما كاينش خويا الله رجال الامن اش من رجال الامن رجال الامن يقودوا لو كانوا هما رجال الامن تيحترموا القانون هذاك الدري اللي شدوه ولدك كان باقي قاصر كانوا يشدوه يركبوه في الطوموبيلة ويدو على راسو ويدخلو في الطوموبيلة ويركبو ويدو الكوميسير ويحيدو من الشانطي ويجيبو ليه شي سوشيال وركا شنو هاديك اجتماعي ولا جمعوي هاذوك السوسيال يجيبو ليه وحدا ويجيبو ليه محامي ويتكلمو معاه من تيجي باه وعاد يجي وعاد يكون باه حاضر فهمتي يكون باه حاضر ماشي دارو لي هاديك هادي بعدا هادي بعدا متعرفوش الخدمة ديالهم لأنهم عروبية كبرو في الخيرية اسمعني يا سي عادل الميدولي خليها يرحم باك ريزن مدمي هو ومرتو كانوا يجيبوا ليها اسمعني شنو كنت يقولوا لهم العريفه كانوا يجيبوا ليها بوليسيه ماشي بقى يضربوا معاها في الزنقه واش هما رجال ولا زوامل مالاش ما كاين لا احترام لا احترامي هما ما احترموش كرم ما احترموش القانون ما احترموش لي بروسيدور ديال البوليس ايوا راه تيقريوهم في قسم ديك المدرسه تيقراو فيها بالفلوس ماشي بالرشوه هذيك الاكاديمي ديال البوليس تيقريو ماشي راه تيقريوهم راه فهمتي تيقريوهم راه كاينه القرايه ولا والله الحرام تيطبقوهاش ها العروبيه تيجيبوهم من الخيريه ويطلعوهم تما مع احترام الخيريه اللي كيلعبوا معايا الكره في الشيل شنو هذوك دي هذوك دابا قالك هذوك الله عمر هذا ما كاين لا عمر ما داروش الشغل ديالهم
الشغل ديالهم دري صغير كانوا دغيا يخطفوه في الطوموبيل ويدي الكوميسير يحيدو من الشانتي، والمرة ديك عيطوا لي على عريفه ولا على شي حكاكه تجي عندها تكلم معاه وتطلع يطلع حتى هو هما ما كيدار معاه قابل معاه بوم كنفو فايتين واش هذا قال لك حق لا 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 سبهم عندك الحق تسبهم لانهم كرسوا لك وتكرسوا على الحرام مشات يشرف عباد الله ديال مكشد شاد شاد بان جابوا الشهود جابوا هذا بان هذا 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 القحافه باغي باغي في الخدمه لان هو وقف مع وقف مع المقاطعه ولكن هذه المره نسالته هذه الصحفي الشاده قالت لي واش انت شي ديال الغلاء اش هالك قال لها انا داخل السوق راسي ماشي شغلي مش شغلي لانني انا لاباس عليا ما تيهمنيش شتي دابا وليتي اناني ها اي دونت كير ابوت اني بادي بات يو سيلف شتي انت الانانيه فيك السي العديل انت فنان لا الفنانه شكون اللي تناضوا ايام فيتنام الفنانه ضد فيتنام انت نتايا ها ناض محمد علي قال ما نمشيش تلبس ميليتير لانني انا امريكاني ما عندي حتى شي خلاف مع فيتنام وما مشيتش لفيتنام ما مشيتش للسيرفيس ميليتير وناض الفنانه جاي فوندا هذا اسمه داك روبي دينيرو مشى لاخر اسمه ريدفورد روبرت ريدفورد بول نيمان بزاف ما تقعدوش انتوما فهمتي ناضو تيدافعوا هادو هما اللي يدافعوا على هادو الفنانه إلا ما نضوش الفنانة اللي هي الفنانة تا هما بحالنا الشعب ما عدا نتا العادي اللي ما بغيش هنايا لأنك دابا ولدي داخل سوق كراك ولا داخل سوق راسك فهمتي إيوا تقول لهم أنايا أنا لاباس عليا الغلاء الأسعار ما تيهمنيش إيوا وديك مليون ديال المغاربة اللي تيتبعوك على التواصل الإجتماعي ما خممتي لهم خممتي على كراك فهمتي ها شتي ها سي العادي الله يرحم بك ريزن ودمي فاش لحقنا ما لحقنا والو نكمل ما نكملش نخربق دابا نخربق معليهم نبقى غادي تا نخربق قال لي شكون هما هاد الفنانه صافي شكون هما الفنانه هو الفنانه حنا ما عندناش الفنانات ما عندناش الشيخات ما عندناش الشيخات قال لي اسمه الله اسمه لك اللي تقريب ولدو في اسبانيا اللي قريب ولدو في اسبانيا نسيت اسميه هذاك على الاخر لاحو جاب ستادي قال لك ستادي احسن فنان في العالم فاش اخويا احسن فنان عمرك مشيتي للميريكان عمرك مشيتي للميريكان عمرك مشيتي للانجليز دير لي بحال داك البرهوش ديال اسمو ديال مغربي برلين قال لهم انا ماشي مغربي برلين انا لطفي فؤاد القناه ديالي تيجيو لها غير لي زانتيليكتيال كون كنتي انتيليكتيال علاش نقزتي الانجليز الانجليز ما طاليان دولة عظيمة شنو العظيمة ملي كون كنت عظيمة ما قديش فيها مشيتي للالمان تجوجتي مع بولونيا باش تدير لي بابي نقول لك انتايا هذاك المغربي برلين دابا الشام انتوما العقيدة الحمير هادو ديال العقلية ما تيتكلموش على الانجليز هما عندك هنا اربعة لي باز ديال الانجليز كاينين في الالمان اربعة وعاد العيال الميريكان وقيلا حتى فرنسا عندها شي باز تما في الالمان وديك ماشي عظيم شكون اللي عظيم نتوما سي من الفهمه قلت تحفه خارج بك تحفه خارج بك اذا عارفك ما تتسواش انا اقول لك من هذا المنبر المره الجايه ما تنساش الانجليز وشلل بيا فمك يا هذاك مغربي برلين قال لي انا دابا القناه ديالي تيجيو لي غير الناس ما تيجيوش لها 10 مليار واش انت وليدي تختار الجمهور ديالك هي بحال دابا مانشستر يونايتد ولا ديك بايرن ميونخ ولا شنايا تيختاروا المحبين ديالهم انت بغيت ترجع القناه ديالك قناه اكسكلوزيف سير تلعب تاسير من هذا دايرين بيك العيال تما هذاك تيحنوا عليك النهار كل يوم باقي تجمع في الفلوس انا نقول لك انا ماشي سوقي ديك انايا داك الموقف ديالك مع ما تحفه داك الشيء ما دخلش ولكن ملي تنسى الانجليز خصني نخرج ونجبد لك ودنك ولا رجلك ولا رجلك خرجوا على الشواري هاد الشواري منين جات كلمه ديال الشواري الدراري ديال التارودانت سرو لي هاد الشواري منين جات فالي هذا فاش فيك انا هاي قال لي هما القناه ديالي تيجيو لي غادو الناس هذا ما تيجيوش الله يعين على اللي ما يحشمش وهذا السيد هذا الدري هذا نسيت سميتو عادل ميدو شتي عادل ميدو قال لهم
الله يكثر خير الجاليه، شي الناس اللي تعترفوا بالجميل، ماشي بحال دوك اللي باقي يتهراو في كيسيمي ولا يتهراو في الطليان ولا يتهراو في بلجيكا. هذا الشيء هو قال لهم الجاليه اعترف. اما دوك الفنانه اللي دوك اللي تكون مع تحفه في اورلاندو ولا اللي تكون في بلجيكا مع داك شريك، هذاك الشريك هذاك 50 يورو ولا كارت ناسيلا، هذا واش ما فيكم خير؟ ها هو السيد ها هو عادي ما قال لك انايا الله يكثر الخير ديال الجاليه، قال لك الجاليه هي اللي اللي مدور معاها. ماشي انت سي، ماشي انت يا سي اسمك نسيت عسميك العادي من الدول، ماشي غير انت، راه المغرب كله تترزق عن الجاليه، ولكن راه حاقرين علينا. واش عباد الله هاد الايامات 40 واحد 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 ديال المافيا خد 40 دار وما شحال من حانوت وما خو انا بدل لهم السجل ديال اسمو ديك المحافظه وكالهم كان لهم ديورهم. الجاليه قال لك انايا 45 عام واحد، قال لك انا 45، انت 45 مع جدك اش داك شي مغرب؟ انت مازال باقي حمار غادي يمشي نعمل التقاعد، اش نعمل التقاعد؟ اش داك السكوات رجع عاوتاني؟ سركم سركم، ما قلنا عليكم ما تحطوش فلوسكم في العقار وتا في البنكات، البنكات راه ولا يشفروا. وقالها لهم واحد الامريكاني، قال لهم ان فيوتشر ذا بانك فلوسك يدوز على واحد الوقت يحيدوها لك. انا نقولها عندي فاكين الجاليه من الجاليه ولا حرام تنصبوا علينا. تنصبوا علينا. انا نقول انا ماشي سوقي، انا ماشي سوقي، انا هنايا ولا حق عندي واحد انونسمنت. انا نقول لكم بان الاخت تحفه، ماشي الاخت تحفه فاكين الاخت منى، الاخت منى غادي خد التقاعد ديالها. انا صاحبي داك هذاك تاع داك سوق العيلات خوا صافي، هاد القليل ديال المديمي صافي سالات، كلشي سالات، حتى هي سدات الحانوت وخدات التقاعد ديالها. ونتمنوا ليها هابي ريتايرمنت، هابي ريتايرمنت الاخت منى، خذي التقاعد واش تدخل بها تولي تبيع الحنه. ولا تولي ديري اسمها، انا مش سوقي فيك اسمك، نسيت اسمك منى، منى قال لك خد التقاعد. علاش الناس يتعرفوا؟ لان هي تعيش ديك الصحراء، الصحراء الامريكانيه، عندها عقليه امريكانيه، ما تيبقاش شادين المنصب ولا شادين الكرسي. صافي دازت الحمله ديال المديمي سيفيني، ما بقى والو صافي سد، ماشي بحال هذاك اسمو هذاك اللي يقولوا لي بوبريس، هذاك ديال عنده ديك الاذاعه مسابقه بالحمار، هذاك باقي شاد. ياك الحمار انا بدل الموضوع، بدل المحتوى، قال لك زهراش، قال لك تحفه، قال لك المديمي، قال لك عباد الله. وانت شوف راه هذاك السبجكت ديال اسمو ذاك الحقوقي ما بقاش عندنا، هاد الحقوق شكون اللي يعرفو؟ ما تيعرفوش حتى في المغرب ما تيعرفوش. صافي سيدو يا صافي، نو تكلم لك على المال الموسخ، تكلم على النيبه، تكلم على سمو ظاهر، تكلم على هذيك اسمها، هذيك اسمها ديال اللي كانت في الحبس، سيد هذه الام المال، تكلم على هادو، تكلم على الطرق، تكلم على الرشوه، تكلم على المافيا، تكلم على الجامعه، تكلم على خشوك الحبس. وانت باه مقابل لي هذا المديمي، ما المديمي راح تقود، ما كاين لا مديمي لا زبي صافي، جمع قلاوكم تسلم عليك، الاخوان المغاربه النيرفاني هذا، والله النيرفاني غنمشي بحال هذي، اسمحوا لي. هو هذا مديم، وين هذي المذيعه، المذيعه صبيصه، قال السيد اجهر لك في التعدد، وين تقعد بهذي؟ هذيك الساعه انت هذيك السؤال اعطيه الكرك، انت يا راجلك بغيتي ياخذ التعدد، علاش تقول عليه؟ بعدا حشمي غير من مرتو، حشمي غير من مرتو، الله يقل لك، الله يقل لك العارة ديالك، يا صوب بيزاك وكنتي حدايا، كما كان تقول لهم حنا، نجي نقي لك تما تقول لهم الكرة ديك بغينا، هيا دولا، تحية با، سعادي الولدولي، هادي، تحية لك اخويا، تحية، نضال نضال نضال، عرفتك علاش، عرفتك علاش دخلتي سوق كرك، ما سوق سوق. عافاك علاش ما نلومكش لان كان في المغرب، ولكن الحمد لله عليه ديتي ولادك ديتهم هربتهم من اسبانيا يقراو، لانك عافيك عارف عارف لا سيتياسيون، ما كاين لا قرايه والو، ماشي نقول لك قبيطره، قبيطره ما فيها تقلوى، انا نقول لك نتكلم معك بالدارجه، اسمح لي سي اسمو ما نسيت عزميتو العديلي، درتي خير شي قريت بالك في هذا، سهل لك الله قريب تما، وتا سير تتبعو ودي معك مدامه ودي معك الكلاب تاهما، وطلع بحالي، طلع بحالي ماشي لك شي دار حدا طريفه، باش تبقى ديما تشوف شم ريحة المغرب، شم تما شي فيلا شي هنا، عندك نص مليون شري فيلا عظيمة، 500 ألف شري فيلا ديال ما قداش، أنت وتهنى مع راسك، علاش هاد القرية قنيطرة ما قنيطرة، قنيطرة ما فيها والو قنيطرة، فيها الزبل حاشاك، الزبل داك الرباح، الشفار خول الفلوس كلشي داو، ما نقولك أنت كدير تحشم ما نحشمش من لهم، أنا لا أحشم من أحد، شناهو أنا صايم؟ صايم بالجميلة، صافي باقي 4 أيام، 4 أيام، شحال باقي 4 أيام، شحال باقي من اليوم؟
انت كي اللي تقدم باش نقدروا ليها هي صافي ها هو راه نسالها وداكشي كنا شاركين معكم النفاق هذا الشهر ديال النفاق ها هو اللي يمشي وغادي نرجعوا عاوتاني كما كنا غير منافقين سي صلحي اش بعدي تقاود الباقي سي صلحي تا هو مسكين تيتعداو عليه تيحكروا عليه شي مره تيحكروا عليه تيحكروا عليه اكثر هذاك هذاك اسمه هذا اسمه ذاك المواطن ديال مراكش قناه مراكش ادخل سوق راه نقول حفيظه حفيظه اقول لي راه شكيت مع قلاوي ماليناش وشنو الاخر هذاك اسمه ماغو كالي ادخل سوق راه نقول لك بالفرنساويه تقود انت تضحك علينا اختي اختي لاباس بخير انت يا صباع كما هذا كيدير ماماك سلمي على ماماك وسلمي على وسلمي على مول الحال وتاهو يعني على فاكين بسلا سلام سلام اخوتي مغاربه وركو وركو عاودوا لكركم ها دعمونا دعمونا اشنو ماشي بالليمونه لا دعمونا زعما كاين ماشي مونا اش مدينا عليك شي مونا دعمونا 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 دعا ديال مونا لا ماشي دعا ديال مونا مونا دعا مونا باقا داعسه قالك كانت صايمه وفين صايمه هي ما تعرفش شنو هو الصيام هي تعرف غير الدايت ديك الدايت ديال الخضره ما تاكلش الخضره سيما تيجيها تطلع ليها كسمو السكرين والسكر ماشي تحيه المونا تحيه لسمو هذاك اسمو هذاك سي صلحي ايوا هادشي اللي كاين والباقي يبارك على هذا مالك القناه ديالي تجيو لها الناس القارين ماشي المشرنين لان حنايا الحمد لله ماشي بحال هذاك بحال هذاك ايوا هذاك هذاك عنده عقليه امريكانيه اي واحد مرحبا به انت يبغي دير العنصر في القناه ديالك اسير اسير دخل سوق راك ها هذاك اسمك المغربي برلين ها مدي نقالزا ديال الانجليز انت تقعد على الانجليز الدول العظيمه اش من دول عظيمه قاري شي حاجه بتعرف الدول العظيمه عندهم لي باز ديال الالمان عامر لي باز امريكان ولي باز بريتانيك زين حتى فرنسا حتى ما حاطين لي باز ديال وجيت تكلمي انت على الدول العظمى الطاليان ومي الطاليان العظمى ماك مريحتي فيها بسلاسه نقول لك دراسي كدراسي على دوله اخوان الله يطول عمركم والله الله يخرج رمضان على غير هذه انا غنمشي هنا ونجي